خلينا بس نروح ناخد مكالمة مهمة جدا من نجم نجوم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة. يا نجم حبيبي، حبيبي يا نجم مصر، ومنور منور على شاشة قناتك وقناة النادي الأهلي. يا رب يخليك يا حبيبي، وكل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب يا نجم، وألف ألف مبروك من الأهلاوية. يعني بص، ده حبيبي ده. مع طبعا طبعا يا حكم دار. ازيك يا حكم دار؟ أبو مسلم حبيبي. حبيبي وحشني والله كتير. يا رب يخليك. بس قبل اي حاجه انا عايز اقول لابني وحبيبي اسلام الشاطر البقاء لله. حبيبي ربنا يخليك، البقاء قدام لله. متشكر. ربنا يخليك يا حبيبي، ربنا يبارك لك. يعني الف مبروك. البطوله ال 11 اعتقد بالنسبه لك انت كمان تحديدا بطوله مختلفه. طول عمر الاهلي كتير. طول عمر نادي الاهلي كتير. عجبتك المباراه؟ طبعا. بس انا عيطت. انا وابني عيطتوا امتى؟ من ساعة ما لقيت الخطيب ده، احنا جبنا الجون. لقيت الخطيب قاعد كده ايده على خده. لقيت كريم ابن ده راح محكوم من العرض. ليه؟ عشان الحكم يصفر. ايوه، عشان يخلص الماتش. عايز يصفر بأي طريقة. احنا كلنا هنا اهلاوي. البيت كله اهلاوي. البيت كله. والكابتن احمد شوبير جه عندي وعمل معايا حديث. طبعا. ومحمود الخطيب طبعا انا عارفه، وهو لسه جاي. لان انا حضرت صالح سليم وانا عندي 8 سنين. انت لسه صغير برضو يا نجم، مش يعني تاريخ. ربنا يديك الصحه. الحمد لله الحمد لله. يعني انت اتفرجت على ماتش الاهلي فين؟ في بيتي. في البيت عندك. لما الجون دخل فينا، هل كان عندك شك ان النادي الاهلي ممكن يخسر المباراه دي؟ انا قلت احنا بتوع الدقيقة 92. انا قلت كده. قلت لهم مش هنقلق. والبطولة بتاعتنا. والحمد لله. ربنا كرم. ربنا كبير. بقولك، انت عارف البطولة ال 11 دي مسميينها ايه؟ يعني ناس كتيرة من جمهور النادي الاهلي كل ما تشوفني يا ابو مسلم يقولوا لي ايه؟ البطولة افريقيا. طبعا بعبع افريقيا وكل حاجة، ولكن مسميينها باسم الاغنية اللي انت بتغنيها. سطلانة. ايوه سطر. بقول لك ايه؟ علولنا سنه بس يا شباب واحنا بنتكلم مع النجم. عايز اقول لك انه في ناس كتيره جدا بعتالي تقول لي ايه؟ احنا بننام على الاغنيه دي دلوقتي. لا، هي سولو. هي مكسره الدنيا يا سولو. طبعا. لا، انت اي حاجه بتغنيها. انا اتفاجئت، ابني رحيم الصغير هو ورودي بيجيبوها كل شويه. بيجيبوا الاغنيه. بيجيبوا الاغنيه ويفضلوا يرقصوا عليها. هي اساسا الاغنيه دي كانت معموله ليا. كانت معموله ليك؟ كانت معموله ليا انا. وبعدين راحت لحته ثانيه. محمود الليثي ابني. مفيش مشكله. قال لي الاغنيه دي هنحطها في الفيلم. عم احمد السبكي حبيبي، ربنا يخليهولي. فمفيش مشكله. سطلان. كلكم بتغنوها بينكم وبين بعض يعني. سطلان. سمعنا يا نجم. لا، وطي يا سمير، وطي بس الصوت عندك ونسمع بقى لايف. نسمع لايف النجم وهو بيغني. الاحتفال بتاعه. اتفضل يا نجم. كنك تبني تفوقنا ما فوقتش، حبة مية تفتحني ما فتحتش، راكب دماغي وتاج، دماغي في طالع خالص، أسرع من وسر والحظ يا ما أسى، ده بعيد عنه الناس العيانة. سطلانة لنا لنا سطلانة. سطلانة سطلانة لنا. احنا الاهلاوية. ايوه احنا الاهلاوية، ولا حد زينا. الاهلي وبس. سلام عليك. سلام عليك. سلام عليك. جديدة. غني يا نجم اللي انت عايزه. مبروك علينا الدوري كمان عشان من الاخر. لا، لسه يا نجم شويه. لا لا لا، مبروك يا استاذنا. لسه هتفكر. معلش، لسه اسمع كلامي. هما خمس ماتشات. ربنا يكرمنا بعد خمس ماتشات اجيبك تاني ونغني اغنيه تانيه. تعمل لنا اغنيه تانيه. لا، خلي سطلانه للبطوله ال 11 الافريقيه. انت عارف ان حاجه جديده انا للاهلي. طيب حلو جدا. احنا اللي هنزيحها وهتسمعها لنا احنا اول ناس. انا بعمل بقى حاجه جديده عشان الدوري. ماشي، استنى بقى لما ربنا يكرم كده ونشوف الدوري هيحصل ان شاء الله. ربنا يكرمنا بيه ونعمل يعني اغنيه جميله برضو ليك ولكل الاهلاويه يعني.
الاهلي ملوك النجاة واسالوا علينا، الاهلي خد البطوله ما تبصوش كده لينا، ضيعنا يا ده لسه هدرمغ لك الدنيا. يلا بينا يا نجم يلا. اه ابو مسلم حبيبي. طبعا حبيبي يا حجندار، انت تجي لنا حفله هنا ومع جمهورك وفي وسط جمهورك. والله والله هجيلك. تنور يا نجم وتشرف اي مكان. هجيلك بالفرقه كمان واعمل بص اللي في خيالك ان شاء الله. والله بقى بص هقول لك حاجه، نتفق من دلوقتي ان شاء الله ربنا يكرمنا بالدوري، ها نعمل حلقه دوري وافريقيا. وهجيب لك هجيب لك الفرقه كلها. طبعا ينوروا ويشرفوا. حكم دار اللي سهرناه معانا بقى المره اللي فاتت راح فين؟ انا جاي بيتي، خلي بالك يا كابتن اسلام. هو سمعنا ولا تجيب اللي انت عايزه. تجيب اللي انت ايه اللي احنا سهرناه المره فاتت معانا كان فين؟ ابو مسلم بيسالك. كنت مع فاروق اللي كان سهرنا بقى، سهرناه بقى صاحبنا، سهرناه معانا شويه. كنت مع فاروق. وربنا يبعد عننا الناس الوحشه. يا رب يا نجم يبعد عننا الناس الوحشه دايما. وربنا يبعد عننا العدوين. والعدوين ومين تاني؟ هو عارف. وحبيبي حبيبي حبيبي. ربنا يكرمك يا نجم، ويعني انا مبسوط جدا بوجودك معانا، ومبسوط جدا بان انت غنيت لنا الاغنيه. النهارده كمان الف مبروك لمنتخب مصر. طبعا طبعا الف الف مبروك لمنتخب مصر، وتاهلنا كمان ل بطولة الألعاب بطولة الأمم الأفريقية. الحمد لله. ألف مبروك يا نجم، ومتشكر جدا على المكالمة الجميلة دي ومباركتك للنادي الأهلي. والمرة الثانية البقاء لله يا حبيبي، وربنا حبيبي متشكر جدا. ربنا يخليك يا حبيبي، متشكر جدا. ربنا يخليك لنا يا حبيبي. أوه تاتالانا تاتالانا لانا تاتالانا أبو مسلم حبيبي. حبيبي شكرين يا نجم، شكرا جدا يا نجم. نسمع الاغنيه كده.